بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هاد الاعتصام راه قبل واحد المساله هو تجريد السائق من المهام ديالو هنا، ماشي هاد الناس حابسيننا ولا جاريين علينا، ولكن جردونا من المهام ديالنا كسائقين. علاش؟ لانهم داروا هاد الشيء، دخلوا المناوله في هاد السوطري، هادي دخلوا المناوله عطاو الخدمه لشركه اخرى. حنا الكيران واقفين، حنا موجودين، الخدمه كاينه، علاش محبوسين؟ الله اعلم، هذا هو المشكل اللي كاين حاليا. هذا هو المشكل، علاش راه معتصمين؟ حنا بغينا نرجعوا للعمل ديالنا، هذا هو اللي كاين. علاش تبديل المال العام؟ علاش؟ حنا مخلصين حنا، واش هاد الناس غيعاودوا يخلصوا؟ حنا خالصين، كيران واقفين، الخدمه كاينه، فين كاين المشكل؟ علاش يجيبوا شركه يخلصوا الناس اللي كتموت بالعطش، كتموت بالجوع، كتموت بالغلا، والفلوس ديال التبديل ديال المال العام كاين. هذا التبديل ديال المال العام، كيران واقفين ديال الشركه، حنا خالصين، الخدمه كاينه، فين كاين المشكل؟ اين المشكل؟ قول لنا هذا المسؤول هذا. هادشي باش كنطالبوا حنا، ماش كنطالبوش بشي حاجه، حنا بغينا نرزقوا ولادنا نحلوه، ما بغيناش نديروا حرام ولادنا، باش تخلصوا حنا جالسين، ولا تخلصوا حنا خدامين، هذا هو المشكل اللي كاين اخويا بكل بساطه. حنا معتصمين تيديروا معنا حل، ما عندنا حنا كاع في غاديين، لان هذا رزق ولادنا، حنا ما عندنا في غاديين، في غادي نمشوا نتلاحوا، ما عندنا في غاديين. تنعرفوا هذا المشكل فين كاين. دابا راك المهام كتعطي للناس ماشي في الكفاءة، ما عندهاش كفاءة، الناس غاك كترون، هذا هو اللي كاين. هو بعدا يكون بعدا هو المسؤول اللي يكون عنده قرار، خاص يكون عنده الكفاءة المهنية بعدا، عاد يجي يدير هادشي. على ما انا اخويا ما لايقينش، حنا خدامين اخويا، شغلنا ببيرمياتنا بكلشي، اللي عنده البيرمي، اللي عنده ديال الصيانة راه عندهم الشواهد ديالهم باش خدامين، حنا ماشي مسلطين على هادشي، هذا هو اللي كاين. يقدروا يديروا بها شحال من حاجة، حنا خدامين، الكيران كاينين، حنا خالصين. علاش هاد الناس كيبدروا في هاد الفلوس هادي؟ علاش جايين شركات قيامة تاع الشركات جاية هنا هكاك باطل؟ الكار كيدي جوج الناس ثلاثة الناس، ما كيفوتش جوج الناس ثلاثة الناس الكار هنا. كيمشوا خاوين بعض المرات، ميرانتك راه كنمشوا خاوين. حنا قلنا واحد التدبير ديال واحد الأزمة ديال كورونا، واحد البروتوكول ديال كورونا، فات هادشي. من فات جيتي حبستينا حنا؟ لان حنا هما الاصل، حنا هما الشركه ديال الترونسبور ديال لوزين، هي سوطري. علاش ما تحيد هاد سوطري وتجيب شركات اخرين والفييكيل واقف هنايا والسائق موجود وحنا خالصين؟ خالصين ما كنطلبوش هاد الناس باش يعاودوا يخلصوا، حنا خالصين، هما علاش ندوا الحران ولادنا حنا؟ هذا راه التبدير ديال المال العام، ماشي علاش حنا كنهضروا. هذا علاش ما عندناش شي مطالب اخرى حنا؟ ما عندناش شي مطالب اخرى اخويا، هذا هو اللي كاين. علاش كيجردونا من المهام ديالنا؟ شنو نجلس ندير هنا؟ ما عرفتش واش غنجلس، واش عامين باقي لي 20 عام ديال الخدمه، نجلس 20 عام نريح. ماشي المنكر هذا ونتخلص، 20 عام وانا قاعد نتخلص، ماشي هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعيني يا صاحبي. راه هو هذا طوموبيل الكيران كاينين، لي ميليبيس كاينين، كلشي كاين، علاش حنا نوقفوا؟ راه هذا هو الطالب الوحيد اللي كاين اخويا، هذا هو اللي كاين، ما كاينش حاجه اخرى ولا، هذا هو اللي كاين. الفلوس كاينه موجوده، الفقراء والمساكين قاعدين كيضيعوا، حنا كنجيبوا في الشركات كنزيدوا في الشحمه لدار المعلوف، هذا الشيء اللي كاين. لان انا استغلوا هذه الظرفه هي ديال كورونا، ومن اللي دخلت كورونا وانا موقف، ما عندي حتى شي حاجه، يعني مشيت للميديكال كنسول قال لك ما عندوش، ولكن هاد الله هاد المسؤول ديالنا حنايا موقفنا، علاش؟ الله اعلم، يعني التدبير ديال الاداره ما عرفناش شنو هما التلاعبات اللي كيتلاعبوا بهم، يعني كاين تلاعبات في هاد الاداره هادي حنا بغينا نعرفوها، يعني بغينا نحاوروا شي ناس اللي هما يكونوا معنا هنايا، يعني ما كاينش اللي يحاورنا حنا، لهذا علاش محتاجين دابا حنا. هذا انا من الناس اللي استغلوني في كورونا ووقفوني بدون مرض بدون اي حاجه، قالوا بان هذيك الظرفيه ديال كورونا سير تريح، مشينا كنريحوا بقينا كنتخلصوا. الا اليوم هذا ملي الناس رجعات في هذا الكوفيد، رجعات للعمل ديالها ورجعات للمسائل ديالها، حنايا اللي كنتفاجئوا بان السيد ما لقاش لنا بلاصه، ما عرفناش حنا اشنا هي الظرفيه، علاش ما لقاش لنا بلاصه؟ انا بالبيرمي ديالي باقي لي 23 عام خدمه، يعني هاد السيد هذا شنو، علاش بغى يجردني انا من المهنه ديالي؟ وانا عندي، انا عندي حب المهنه، ما عنديش شي حاجه اخرى كنعرفها من غير سائق الكار، صافي غير سائق الحافله، هادشي اللي كنعرف.
يعني من هذه من اللي دخلت الكوفيد استغلوا الظرفية. عندي عائلة بخمسة الوليدات وعندي عائلة كبيرة وعندي عائلة صغيرة، لأن كنجري على الأم والأب وكنجري ثاني على الوليدات ديالي الخمسة، وعندي كريدي. وهاد الانسان هذا جردنا من هاد المهام ديالنا، ما عرفناش اشنو بغاش يوصل لنا، اشنو هما السبب ديالهم، هما باش يديروا هذيك الشركات ديال المناوله على اساس باش يكون تلاعبات. هذوك التلاعبات حنا ما كنعرفوهمش، يعني هما كاداريين كيعرفوا كيفاش كيتلاعبوا. يعني حنا هنايا ما بغينا الا المحاسبه، وبغينا حوار، وبغينا نخدموا. يعني ما عندهمش حق باش الكيران واقفين ومشروع واقفين، بان احنا عارفين بان كاينين التلاعبات من الاداره من خريبكه لهنايا. يعني هاد المسؤولين ما كيفيدونا حتى شي حاجه، ملي كنجيو لهنايا يعني ما كاينش اللي كيفيدنا بشي معلومه. هنا في هذا علاش استغلينا احنا هاد الظرفيه ديال الاحتجاج. المدير راسلنا ما جاش، يعني مع من غنتحاوروا؟ عزيز الطاهري مسؤول نقابي عن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، النقابة الوطنية لعمال الفوسفات. حنا بصدد قيام اعتصام مفتوح من أجل أن الإدارة المحلية قامت بالتدبير المفوض للشركة ديال سوطريك، مع العلم أن هاد الخطوة اللي قاموا بها كتنافى مع القانون ديال المدونة ديال الشغل. حنا العمال ديالنا كاينين، عمال مرسمون، عندنا الحافلات، لا داعي، ما كاينش شي حاجه كتأدي بك انك دير ان مارشي باش تجيب شركه مفوضه، وهاد الناس في طريق انك تحرمهم من 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 من, من مزاوله المهام ديالهم. حنا كنقولوا هذه راه شركه مواطنه، شركه اللي كتعاون، خاصها تعاون الشعب وتعاون المواطنين. بالناس اللي خدامين معاها كتحرمهم من الحقوق ديالهم. الا هو الشغل ديالهم القار، وغدا ولا بعدو نلقاه دير ليه شي 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 تخريجه ويلقى راسو برا هو والاسره ديالو. حنا الاعتصام ما غاديش نوقفوه حتى يتحقق المطالب ديال الاخوه ديالنا. حاليا الاداره كاين طماطول، كاين تسويف، وبالاحرى ما كاينش تواصل وما كاينش حوار. يعني حنا راه ما درنا الاعتصام ديالنا، تعددنا طرحنا جميع الابواب ولقينا الابواب مسدوده في وجهنا. وحنا دابا حنا دايرين اعتصام مفتوح، وغنشوفوا غدا ان شاء الله غادي نديروا، نشوفوا نقدروا نصعدوا في الاحتجاج ديالنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.